عدد الأعمال اللي قدمتها من أجل المال فقط؟ كثير. بدنا بالأرقام. يعني إيه من أجل المال فقط؟ نحن نعمل للمعيشة. هلأ بس ما كنت مقتنع فيها على مستوى الفن، قلت يلا نمشي الحال، أنا عاوز أعيش. لا لا لا، دي ما حصلت ليش أبدا، لأن أنا كل الأفلام اللي أنا عملتها في الأول كلها تعتبر من غير فلوس. يعني لما بقول على تلامذتي على الأرقام اللي أنا كنت بقبضها في الأفلام بيستغربوا جدا. ليه؟ لأن دي مش أرقام، ده كلام فاضي يعني. بس عشان العمل تشارك، عشان التنتشر، عشان أشارك في العمل، عشان أشتغل، عشان وتنتشر. أنا أول حاجة عندي هي العمل ثم العمل ثم العمل، يعني بحب أشتغل. بس ما فيش عمل قدمته فقط من أجل المال ما كنت مقتنع فيه على المستوى الفني؟ لا 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 يوجد.